نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد، ومثل ما تشوفون دائما أسوي موجز للفيديو حتى تشوفون شنو اللي ضمن هذا الفيديو. طبعا اليوم الفيديو بها طلعنا للسوق، وهو روتيني من الصبح للعصر وياكم حتى نشتري أغراض الشجرة الكريسماس أو شجرة رأس السنة. طبعا هناي سويت الريق وياكم، هو دهن حار هذا مثل ما شفتوا، مواعيد من عنده، خليت عليه شكر. طبعا هاي أكلته هنا خبز شعير، او قليت الصلصة جماتين بدهن حار. طبعا هذا الدهن الحار كلش مفيد للمفاصل، ايش قد ما تاكلون من عنده ما راح يسمن، غير عكس يعني النبات الدهن النباتي. هنايا خلصت الريوق فغسلت المواعين، حتى بعد ما نغسل المواعين ان شاء الله راح نطلع للسوق. يا اخوان اكو ناس هواي يطبون يقول شكو تسوون اعياد او كذا او تحتفلون براس السنة وكذا، ترى ما بيها شي، يعني هي سنة جديدة وان شاء الله سنة خير وبركة عليكم وعلى الجميع بحق محمد وعلى محمد، ان شاء الله تحقق امانيكم اجمعين. ما بيها فشي واحد انه يستقبل السنة بشغلات حلوة، يعني هاي من زمان احنا اهالينا كانوا يسووها. فهيت عبالكم تشوفون الناس فرحانة وما اعرف شنو، والله مو نصهم مو فرحانين، تلقون بس الاطفال فرحانين بالشعالات وكذا. إيه لكن هي يقول لك هذا ديمر يعني سنة من عمري، بس إن شاء الله يختمه بخير وإن شاء الله برضات الله وأهل البيت. خلي هو يسوي. اي هسه عدلتيها صح 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 صح، كملي كملي. حبيبي هاي هنايا، طبعا احنا ما صورتكم بالسوق لانه خلاص اكتفيت باللي صورناه، جبناهم وصلوا فرق حانين لهم كلش رخيصات وحلوات. هنا جبنا ويانا همتين ثلاثة لانهم بعد ما اقدر اطبخ، ودائما نشوف ماها قليطة ودائما اخلي لها معون الوحيدة الثلاثة واتسها هاي لهم، بس المشكلة شرب يعني تقريبا نص بطل مال دهن. قليت هاي الفلافل طبعا نص، والله نص يعني ما اعرف ليش، طبعا هي الفلافل كلش طيبة. هنا طبعا خلصت الغداء وكملته وطلعت لانه شنو اني ما غاسله البارة، فابد ما يعني ما احب اتغدى واقعد مرتاحه اذا ما اكمل تنظيفات، يعني البيت كله تنظف ونكمل كل شيء ما بي يلا اتغدى. طبعا الرسل ظلت تصيح انا جوعانه جوعانه، قلت لها خلاص ظلي جوعانه تريدين تتغدين انت تغدي، يعني ما اتغدى الا انا انظف البيت من برا. اني هاي طبعا الحديقه او هي الطرمه تسموها مالت الحوش مال البيت، اذا ما يتنظف يظل البيت يعني شلون هو واسخت شاربي ابد والله، انتو كليتكم لو بس انا هيك شاشات، لانه اشوف ان يعني البيت كليته وسخ اذا ما يتنظف البرا. اول ما اطلع الصبح كنت القاه يعني نظيف، احس البيت كله نظيف، اول من اطلع القى كله وسخ. طبعا هاي الرمانه همتين بدت يعني شلون خرفت لا طبعا اجى عليها جواريد، بس والله والله يعني هذا الشتاء يعني احنا محترمينه ترى نلبس هدوم، لانه يعني نعتبره هو كبير اخوته قولت. نحن ابد يعني ما عندنا والله شتاء، الشتاء ماكو نهاية انها، طبعا يجينا بس اول يوم باردة وخلى الناس تشتري ملابس خطية وخلتني بالكنتور وركنوها لا اكثر ولا اقل. والله شتاء يضحك علينا ترى ماكو شتاء معودين، بس احنا بشهر ال 12 وشتاء ماكو. انا اقول لكم صح، بس الجو بالليل يبرد، اما بالنهار لا والله زين. هنا طبعا ضربت الباب لا ضحكتن علي، يعني هو يبرد بالليل شنو يضحك علينا، شلون اللي جايب له غواصل اللي جايب ملابس شتاء يعني بس وينام بهن بالليل الصراحة والله ما اعرف. يلا يا معودين هو بس بالليل يبرد، الليل جاب هدوم ومشترينين بس نلبس بالليل والله وينام بهن. طبعا هذا الغداء مالتنا اللي كنت انا خلصت الان، نظفت التنظيف نظفت شنو الان غسلت البرة وجيت كنت انا محضرتها مقليتها ومكمله. انا راح اخليكم ويا المشتريات راح تشرح لكم رسل عليها. اشتريناها بألف، وثاني شغلة جبتها هذي بابا نويل، وهاي الخركوشة مالتها بسعر 1500، واشترينا هاي الشمعة سعرها 500 دينار، واشترينا لأني مال بابا نويل هاي تتعلق بالشجر، هي عبارة عن فلينة بس كلش حلوة، وهاي مجابتها موثقة لا تزيق ما عليكم شي هيك. وجبنا هاي النشرة، هلا افتح لكم اياها، هاي النشرة تشتغل عضوية
وبقى حاط لكم وياها هاي تعلاقة، وهذا حبل ما ادري شو يسوي فيه. اوكي خليني اشغل لكم اياها اشوف منين تشتغل. كيف حلو؟ وهذا يمكن الخيط مطوله، الله اعلم. لا هذا بعدين نشد لها. اي وهاي هم وياها. اوكي يلا شافي تلعبين. وهاي تتحكمون بيها باعوا، تقولون خلوها ترمش هيك، تقولون خلوها ترمش بطيء، تقولون خلوها هيك مشتغله بس طفونها. ايش قد سعرها؟ سعرها 1500. اشترينا هذه بألف. هاي تحطوها بالبلاك مالت الشاحنه وتشتغل لكم اضويه كلش هوايه. واشترينا هذا النفاخ هذيني مكتوب عليه 24. اشتريناها اثنينهن، الواحدة على 500، اثنين البالغ. او هذا اخوه من الثالث، نسيت اقدم لكم اياه. واشترينا هاي النفاخات، شوفوا صار على شكل بابا نويل، وذني ما اعرف شنو هاي البيضة، وهاي النجمة. افتح لكم اياها وشوفكم اياها. يا يما يراد الحيل، ام عباس ما بيها حيل. اشوف من تفتح، يا قاعدة افتح لكم اياها مطلوبة. شوفوا، اول شي تجي هاي القصبة. هاي حتى تنقون بيها. اوكي وهاي هني سلام عليكم. هاي شوفوها كيف حلو. هاي طبعا هاي تفتحونها منا، انا شوفوها كاتب لكم منا هالون القصبة وتنقون، واللي يختلف بكم يروح للنجف مالي شغل بيه. هاي اثنين وهاي الثالثة، هاي هم اثنين، وبابا نويل منطينا بس وحدة ما ادري ليش هي بس وحدة. انا كلهم طابت؟ لا دين اثنين، وهاي الحمرة اثنين اللي هي هاي شكلها، شوفوها نجمة هاي. وبابا نويل واحد. اوكي هسه نفخن وراكم اياها. بعد شو اشترينا؟ جبنا لكم رقي احمر وحلو. طبعا هذا الطبق مالته، شوفوا هذا يا حلي. طبعا ديني همتين بألف ونص. هاي شوفوها، هاي هاي شكل دانة، تجيبون هاي شكل دانة زدوها هيك. هاي يعني شو اسمها، هاي تاجر للستوريات. شوفوا شنو مملحة، ما شكل شكل دانة هاي. هاي الشكل اوكي اللي هو هذا شكلها بالكرتونة، وهاي الثانية شكلها. شوفوا شو صايرة هسه اللي بفتح لكم اياها. اول ما تفتحوها هيك يا الخاشقة مالتها، شوفوا جيبيها هنا ونجيب هاي نحطها هنا. ثواني نفتح هذا شكلها، شوفوا تحطون هاي الخاشقة هنا، ولا تجيبون هاي وتبلشتها صح. حد يضحك علي هون. هاي هيك طبعا شغلاتي كيوت وتجنن. شوفوا شو صارت، وهذا هو الشيء. هاي خاشقة من هنا، هذه الوحدة بألف ونص. هاي اثنين، هاي ألف ونص، وهاي هاي ألف وربع. هاي خدتي ألف وربع، هاي خدتي ألف ونص. هاي بعد جبت هذا المسك، شوفوا هذا يسمونه مسك الفانيلا. طبعا عطره كلش طيب، ومو قوي ولا يصدع الراس ولا خلى حتى الواحد تلعب روحه. شوفوا هذا هو من الداخل، هذا اطيب شيء الفانيلا، لان التوت والرمان كلش قوي مو طيبات العطر مالتهن، ويبقى ثابت حتى بالملابس لفترة أطول. هذا يسمى مشكل فانيلا، هذا من اختيار معباس. هاي خلصنا هاي المشتريات. هذه المشتريات مثل ما حكيت لكم عنها، شرحت لكم عنها أم عباس. طبعا ما كلفتنا غير 7500. مشتريات كلش حلوة. منفخنا كل البالونات هاي شوية وهو سوف بعدين إن شاء الله رتبها صفطها وراح أراويكم إياها. هنا يخلص الفيديو مالتنا، اتمنى ان شاء الله يعجبكم. كل عام وانتم بألف خير وسنة خير عليكم ان شاء الله. لا تنسونا باللايك مع ألف